الأول. اي مرزوق الغانم انا احترمه لسبب انه ليس تبع لاحد، يعني رجل يعني طرف ودائما يؤكد على انه لا يقبل الا يكون طرفا، ولا يتبع لاي شيخ او لاي تاجر ولا اي غيره من يعني ما نراه على الساحه. لكن مرزوق جامل اكثر من اللازم، شامل من؟ جامل رئيس الوزراء وجامل الحكومة وجامل أطراف أخرى أيضا خلف الكواليس هي من تدير الحكومة. منو الأطراف هذه؟ أكثر من طرف خارج الحكومة، من الأسرة ومن خارجها، يعني يفتحون قنوات لمحافظة على الحكومة وعدم سقوطها. ولذلك مرزوق الغانم جامل هذه الأطراف أكثر من اللازم، حتى على حساب سمعته.